ماريا راح يكون المرشد معنا في المسار. سبب اختيارنا لهذه القرية بالتحديد هو أهميتها للمنطقة، خاصة أنها تتمتع بخضارها على طول العام، أيضا لأنها حصلت على القرية العالمية على مستوى العالم. احنا بادر المدارس جينا نتجمع مبادرة الطلاب لهذه المنطقة، طلعت المنطقة كثير حلوة، رحلة حلوة ممتعة منظمة صح متعبة بس شيقة عن جد ما بتنتظر. طبعا أنا أول مرة بروح عليها، تعرفنا أماكن كثير حلوة أنا ما كنتش أعرف إنها موجودة. أنا بحب أصب على أهلي وعلى أصدقائي من منطقة فتية، المنطقة كثير حلوة. لسلسلة جولات اعرف بلدك التي سيقوم بها تجمع المبادرة الطلابية في مختلف أنحاء الضفة الغربية من المشي، شاركت فيها العديد من نشطاء حركة المبادرة الوطنية في محافظة الخليل، وبالإضافة إلى كادر مهم من طلبة المدارس وطلبة الجامعات في مختلف جامعات الخليل، حيث أكدنا في هذا اليوم على رسالتنا الوطنية لضرورة المحافظة على الأراضي الفلسطينية